فكره بينضم لي في يعني في هذه الاثناء واحد من نجوم النادي الاهلي وهداف النادي الاهلي في البطوله الافريقيه محمد شريف، النهارده هدفين لهدف احرزه في مرمى الحرس الوطني يتصدر قائمه هداف النادي الاهلي في البطوله ونسخه هذا العام. شيري برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك على الهدفين، مبروك على الهدف في مباراه فاركو النهارده، هدفين النهارده، ثلاث اهداف بتتصدر بيهم قائمه هداف النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان مبروك على صبرك وانك تحملت كتير خلال الفتره الماضيه، لكن كان عندك الصبر والايمان انك تكون موجود كهداف النادي الاهلي. طبعا الحمد لله طبعا على المكسب، ماتش صعب جدا النهارده، يمكن احنا صعبناه على نفسنا، كان ممكن نكسب بسكور اكتر من كده، احنا جبنا جونين بدري، الماتش كان ممكن يهرب مننا، بس الحمد لله. انا قلت قبل كده دوري المجموعات المهم فيه ثلاث نقاط، مش مهم فيه اللي انت تكسب ثلاثه زي اربعه، فالحمد لله على الثلاثه بونت يعني. شيري انت فتره كانت صعبه جدا، فتره عدم التهديف، واكتر شيء يعني بيبقى صعب جدا على المهاجم انك تبتعد عن الشباك، اعتقد الفتره دي كانت فتره صعبه جدا، قول لي الفتره دي عشتها ازاي؟ اكيد طبعا ده طبيعي في الكوره، بيجي عليك فتره ممكن ما تسجلش، بس الحمد لله الواحد بيحاول بيجتهد بيعمل اللي عليه عشان يرجع تاني يعني، الحمد لله يعني. زمايلك بقى في الفريق التعامل معاك في الامر ده ازاي؟ النهارده اداء اكثر من رائع، مستر بيتسو موسيماني دايما بيشيد بمحمد شريف وبالواحد من العناصر اللي انا بيبقى العنصر الاساسي عندي في خط الهجوم. لا طبعا احنا فرقه واحده، مش مهم شريف اللي يجيب الجول زي ما قلت لك، المهم اللي احنا نكسب، ده كان مهم جدا بالنسبه لنا يعني، فانا بالنسبه لي سجلت ما سجلتش المهم اللي احنا نكسب يعني الحمد لله. قفشه بقى النهارده عيد ميلاده حبيبته القفشه، انا عارف ان الدويتو قفشه وشريف، حابب تقول ايه النهارده لمحمد مجدي قفشه بمناسبه عيد ميلاده؟ كل سنه وهو طيب وان شاء الله ربنا يكرمه دايما ويوفقه ومزيد من البطولات ان شاء الله مع بعض ان شاء الله. عايز اخد منك كلمه ورساله لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي كان دايما هو الداعم والساند سواء لمحمد شريف وهو في المنتخب او في النادي الاهلي. طبعا جمهورنا ده مش بيدعم شريف بس، بيدعم الفرقه كلها، دايما في ظهرنا في كل مكان، حتى لما بنلعب في كاس العالم بنروح بره مصر دايما مساندين يعني ومعانا يعني في ظهرنا يعني. كنت هداف دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي، السنه دي اكيد طموحات تانية، اكيد عايز اخد البطوله، اكيد عايز اخد هداف البطوله. انا بفكر الاول في البطولات الجماعيه دي اهم طبعا بالنسبه لي، الحاجات الفرديه بتيجي بعدين، طول ما انت بتفكر في الحاجات الجماعيه هتلاقي الحاجات الفرديه بتيجي كده كده لوحدها يعني ان شاء الله. حبيبي عايز اخد منك رساله اخيره، الفتره الصعبه اللي انت عشتها اكيد في شخص عايز تقول له رساله من خلال قناه النادي الاهلي في الفتره الصعبه اللي كانت اللي فاتت دي، لو حابب توجه رساله لشخص تقول لي مين وتقول له ايه؟ شخص ايه؟ مش عارف يعني، عادي جدا يعني. البيت عندك، زملاء؟ لا طبعا لما بيكون في عدم توفيق طبعا بيبقى اهلك متضايقين ومتاثرين طبعا، ده طبيعي في اي بيت، فالحمد لله يعني الواحد شويه شويه يقدر يرجع يعني السنه اللي فاتت ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي محمد وتوفيق. كابتن ايمن ده كان لقائنا مع محمد شريف لاعب النادي الاهلي ويعني هداف النادي الاهلي في النسخه الحاليه من دوري ابطال افريقيا. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.